ينضم إلينا الآن مباشرة من معبر أرقين مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبد الفتاح. مصطفى، أهلا بك معنا في هذه الساعة، ما الجديد لديك؟ يعني ما زال معبر أرقين البرية الواقع ما بين الحدود المصرية والسودانية يواصل عمله، وذلك من خلال استقبال عديد من رحلات الحافلات التي تأتي من العاصمة السودانية الخرطوم ومن المدن القريبة من تلك العاصمة. إذا ما تحدثنا عن المشهد، فالمشهد هو عمل دؤوب داخل هذا المعبر من قبل السلطات المصرية، ولكن بصورة مغايرة. ما هي الصورة المغايرة؟ الصورة المغايرة تبدو في المشهد من خلفي، وهي حالة الهدوء الموجود داخل معبر أرقين. العمل ما زال مستمر، ولكن المعبر الآن أصبح بشكل أكثر أريحية، وهناك سيولة في عملية دخول الحافلات، حافلة نقل الركاب، وأيضا عدد قليل من تلك الحافلات، حيث تسمح الآن السلطات المصرية لعدد محدود من الحافلات بالدخول، وذلك منعا للتكدس الذي كنا قد شاهدناه خلال الأيام الماضية، ومن ثم الانتهاء من تلك الحافلات ومن يستقلها، وبعد ذلك التوجه إلى العمق المصري بعد الإذن لهم وحصولهم على التأشيرات اللازمة للدخول إلى الأراضي المصرية. إذا ما تحدثنا عن كيفية عمل المعبر، فالمعبر يقدم خدمات عديدة، وذلك وفقا للتعليمات الصادرة للمسؤولين عن هذا المعبر بضرورة تسهيل إجراءات دخولهم إلى الأراضي المصرية بشكل ميسر وفي زمن قياسي، وذلك للتيسير عليهم جراء الرحلة الطويلة التي قطعوها بدءا من المدن السودانية أو العاصمة الخرطوم، وأيضا لما شاهد خلال الأيام الماضية جراء الاشتباكات الواقعة والدائرة في عدة مناطق داخل الأراضي السودانية. هناك أيضا الخدمات الطبية والإنسانية التي تقدم لكل من يأتي إلى الأراضي المصرية، وهذه الخدمات التي تتمثل في وجود سيارات الإسعاف. هناك تواجد لهيئة الإسعاف المصري التي كثفت وعملت على زيادة سيارات الإسعاف الموجودة في المعبر البري الحدودي، وكذلك خدمات الهلال الأحمر المصري الذي يقدم عديد من الخدمات الطبية والإنسانية التيسير على كل من يأتي إلى الأراضي المصرية. إذا ما تحدثنا عن الوفود وأعداد الوفود، كنا قد ذكرنا أنه وفقا للبيانات وبيان وزارة الخارجية المصرية بوصول حوالي 5000 مواطن مصري إلى الأراضي المصرية برا وجوا، ولكن هذا المعبر تحديدا شهد وصول ما يقرب من 2000 مواطن مصري من هذا المعبر تحديدا. هذا بالإضافة إلى وجود معبر بري آخر، وهو معبر قسطل الذي أصبح الآن يعمل وبقوة، وذلك نظرا للتعليمات التي صدرت للتخفيف عن معبر أرقين بأن يعمل معبر قسطل في استقبال الحافلات واستقبال الوفود التي تأتي للأراضي المصرية من مختلف الجنسيات. ومن المعروف أن معبر قسطل يعتمد على الشق النهري، فهو معبر يقطع بعد عبور هذا المعبر. من المفترض أن تقوم الحافلات بقطع أو الاستقلال إلى عبور نهر النيل من البر الغربي إلى البر الشرقي، وبذلك الدخول إلى الأراضي المصرية. هناك الآن تعليمات بأن يعمل هذا المعبر ويوفر أيضا خدمات مثل ما يعمل معبر أرقين، وذلك للتسهيل والتيسير على كل من يأتي إلى الأراضي المصرية، خاصة وأننا شاهدنا آلاف من المواطنين سواء المصريين أو السودانيين أو مختلف الجنسيات التي تأتي للأراضي المصرية، وهناك ترشيح في أن تكون هناك زيادة في أعداد الوصول إلى مصر، خاصة وأننا بأعيننا نرى الآن بعض الحافلات أو كثير من الحافلات التي ما زالت تنتظر في الأراضي السودانية أو داخل المعبر من ناحية الطرف السوداني. هذا أيضا فيما تحدثت كثير من الأسر السودانية عن أنه هناك العديد والآلاف من الأسر السودانية التي ما زالت تبحث عن كيفية الخروج من العاصمة السودانية وفي مدن عدة قريبة من تلك العاصمة. نتحدث عن الجنسيات التي تصل إلى معبر أرقين. هناك عديد من الجنسيات كنا قد رأيناها خلال الأيام الماضية، وخلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم لاحظنا وجود بعض من الجنسيات سواء الجنسيات الآسيوية أو الجنسيات الأفريقية، وفي يوم الأمس كان هناك تواجد لجنسيات أوروبية وأفريقية، وكان هناك تواجد لرعايا دولتي تركيا والفلبين. هذا فيما يقدم المعبر عدة خدمات لمختلف الجنسيات، وهو ما جاء تأكيدا على ما أعلنته الدولة المصرية أنها تعمل مع وزارات الخارجية المختلفة لإجلاء رعاياها من السودان. طيب مصطفى، حالة الهدوء التي تحدثت عنها في بداية حديثك، ربما هل هي بدأت الآن؟ هل هي بدأت في هذا اليوم أم بدأت منذ فترة؟ يعني على حسب متابعتنا في الأيام السابقة كان هناك حالة تكدس كبيرة. صحيح،
يعني حالة الهدوء التي نشاهدها الآن بدأت تقريبا في تمام الساعة 6 من مساء أمس، وذلك عند إعطاء تعليمات للجانب المصري أو من قبل المسؤولين عن الجانب المصري بتقليل حركة الدخول، وذلك منعا للتكدس ووجود أريحية داخل هذا المعبر. وبكل تأكيد فإن هذه القرارات هي التي تعمل على توفير قسط من الراحة سواء للموجودين داخل المعبر من العابرين أو إلى المسؤولين عن إدارة هذا المعبر وتقديم الخدمات سواء الخدمات الإدارية التي تعني إعطاء التأشيرات والتيسيرات والخدمات سواء كانت الطبية والخدمية واللوجستية. كل هذه التعليمات كانت هدفها هو التيسير على من يتواجد داخل المعبر سواء كان من العابرين أو من المسؤولين. وحتى الآن ما زلنا في هذه اللحظات، هي لحظات الهدوء، ولكن على الجانب الآخر كما ذكرت من قبل فهناك عشرات من الحافلات التي تصطف وتنتظر الإذن لها للدخول إلى الأراضي المصرية. مصطفى، بالنسبة للذين ينتظروا الخروج الآن من العاصمة السودانية، وهنا أتحدث عن غير المصريين، ما الإجراءات التي يحتاجوها أو يقومون بها لمتابعة هذه الرحلة أو للقيام بهذه الرحلة والوصول للمعبر؟ يعني نتحدث أولا عن الجنسيات المختلفة، كل جنسية تعمل على حدة وذلك وفقا للبروتوكولات الموقعة مع الجانب المصري والدبلوماسية المصرية مع كل دولة على حدة. إذا كانت هذه الدولة لا تتبع وجود تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية على جواز السفر، فإنه بكل تأكيد يمكن للعابر أن يتوجه إلى المعبر، معبر أرقين البري أو أي معبر من المعابر البرية، ويحصل على ختم دخول للأراضي المصرية فقط. أما إذا كان الأمر يتطلب أو هذه الدولة والجنسية تتطلب وفقا للبروتوكولات المتعارف عليها ما بين الدولتين الحصول على تأشيرة مسبقا، فعليه أن يتوجه إلى القنصليات المصرية أو السفارة المصرية الموجودة في عدة مدن من ولايات السودان، وعليه أن يحصل على تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية أولا قبل أن يأتي إلى هذا المعبر للدخول إلى الأراضي المصرية، ومن ثم الحصول على تصريح دخول أو ختم دخول إلى الأراضي المصرية. كل هذه المعطيات تأتي وفقا للبروتوكولات والاتفاقيات الدبلوماسية الموقعة ما بين البلدان المختلفة. نتحدث عن عديد من الجنسيات، وبكل تأكيد فشاهدنا ما لا يقل عن 25 جنسية دخلت إلى الأراضي المصرية خلال الفترة الماضية. كل جنسية منهم لها استقلالية في التعامل ولها بروتوكول ولها إداريات مختلفة في التعامل من حيث الحصول على ختم دخول الأراضي المصرية. هل هناك أرقام مصطفى عن نسبة المواطنين المصريين وغير المصريين القادمين تحديدا عبر المعبر، معبر أرقين؟ يعني نتحدث عن معبر أرقين تحديدا، هذا المعبر الذي شهد حتى الآن ما لا يقل عن 2000 مواطن مصري دخلوا خلال الأيام الماضية عن طريق هذا المعبر برا، وإن كان هناك عدد أيضا من المصريين الذين دخلوا من معبر قسطل. لذلك فمجموع المصريين الذين دخلوا عبر الموانئ البرية ربما يصل إلى 3000، وذلك وفقا للتقديرات المبدئية والأرقام التي تعلنها الجهات المسؤولة داخل مصر. ولكن إذا ما تحدثنا عن الجنسيات الأخرى فوفقا لبيانات وزارة الخارجية فإن من دخلوا مصر عبر الموانئ البرية أو عبر الممرات البرية تجاوز 16,000 عابر إلى الأراضي المصرية. في هذه الأثناء نلحظ وجود عديد من الجنسيات وتزايد، وهناك أيضا احتمالية أن تكون جنسيات أخرى تتعاون مع الحكومة المصرية أو مع وزارة الخارجية المصرية لإجلاء رعاياها. هذا أيضا بالإضافة إلى آلاف من السودانيين الذين ما زالوا ينتظروا دورهم في استقلال الحافلات والانطلاق بها من النقاط الآمنة التي تم الإعلان عنها من خلال السلطات السودانية، وبالتنسيق أيضا مع القنصليات المصرية والسفارة المصرية إلى كيفية الوصول إلى الأراضي المصرية عبر هذا المعبر. لذلك فالأعداد وكل الأرقام من الجنسيات المختلفة في ترشيح مستمر للزيادة، وربما خلال الساعات القادمة يصل الرقم خلال هذا اليوم تحديدا، ووفقا لحديث مع أحد المسؤولين داخل هذا المعبر بأنه ربما هذا اليوم سيكون هناك أعداد أكثر بكثير، وذلك نظرا لبعض التهدئة الموجودة خاصة في أم درمان. هناك انتظار لأن تتحرك بعض الرحلات من أم درمان أو بالقرب من أم درمان، تصل هذه الرحلات إلى ما يقرب من 50 رحلة، وبكل تأكيد فإن هذه الأعداد ستؤدي إلى أعداد أكثر وإجمالي أكبر إلى الإجمالي الذي يصل إلى الأراضي المصرية برا. الخدمات المختلفة أو الفرق الطبية المختلفة التي تعمل لديكم مصطفى، هل هي تعمل على مدار الساعة وما آلية عملها وما إلى ذلك؟
بالفعل يعني أي جهة تتواجد على هذه النقطة، على أرض هذه النقطة وداخل معبر أرقين، تعمل على مدار الساعة سواء كانت أعمال إدارية أو لوجستية أو خدمات مثل الخدمات الطبية والخدمات الإنسانية التي تقدم من خلال عدة هيئات كما ذكرتها من قبل، مثل الهلال الأحمر المصري ووزارة الصحة متمثلة في هيئة الإسعاف، والتي عملت على زيادة سيارات الإسعاف الموجودة داخل وخارج حدود المعبر، حيث كنا قد رأينا في السابق أو خلال الثلاثة أيام الماضية أعداد أقل من الأعداد الموجودة حاليا. وخلال هذه الأثناء ومنذ حوالي ساعة كان يتحدث إلينا أحد المسؤولين عن سيارات الإسعاف، وقال أنه غدا أو مع بداية اليوم، مع بداية يوم الجمعة، سيتم زيادة أعداد السيارات الخاصة بهيئة الإسعاف داخل هذا المعبر وخارج هذا المعبر أيضا، بالإضافة إلى وحدات علاجية متنقلة تعمل على تقديم كل الخدمات الطبية. إذا ما تحدثنا عن هذه النقطة تحديدا، فنتحدث عن أصحاب الأمراض المزمنة التي الذين يأتوا إلى المعبر وليس لديهم أدوية، خاصة وأنهم انطلقوا من المدن السودانية التي شهدت اشتباكات وصراعات أدت إلى نقص شديد في الخدمات وفي الأدوية. لذلك عند وصولهم إلى الأراضي المصرية أول ما يبحثوا عنه هو الأدوية التي تنقصهم. أيضا هناك من يطلب من سيارات الإسعاف أو من الهلال الأحمر المصري تقديم خدمات عاجلة إسعافية، وذلك نظرا لعناء الرحلة الطويلة التي انطلقوا بها من الأراضي السودانية. هذه الرحلة التي امتدت في بعض الأحيان إلى أكثر من يوم ونصف في رحلة تصل إلى حوالي 900 كيلو متر، وهذه الرحلة بكل تأكيد في حد ذاتها تؤدي إلى حالات أو إلى بعض حالات الإعياء. لذلك الوحدات الطبية الموجودة تواجه حالات إعياء كثيرة مثل الأمراض المزمنة أو الإرهاق الشديد من عناء السفر. إذا ما تحدثنا أيضا عن الخدمات الإنسانية، فهذا المعبر وفر من خلال عديد من الهيئات والنقاط التي تعمل على تقديم خدمات إنسانية، مثل تقديم الوجبات السريعة والمياه والمشروبات المثلجة نظرا لارتفاع درجات الحرارة في هذه المنطقة طوال نهار اليوم. هناك من يقدم العديد من الخدمات الإنسانية مثل المياه والوجبات السريعة، منهم الهلال الأحمر المصري الذي يحرص على تقديم كل ما هو يؤكل ويشرب بشكل سريع إلى من يأتي إلى الأراضي المصرية، وبكل تأكيد هذا ما يلاقى باستحسان ورضا من يحضر إلى هذا المعبر وإلى من يدخل إلى العمق المصري. مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معي من معبر أرقين، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات، بالتأكيد سنظل معك على مدار الساعة لمتابعة كل ما هو جديد.